السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 31 بارتي 31 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي دي سوسيتي الخاصة بالسمستر 4. هذا الإبيزود السابع، البارتي 7 ديال الأوغمونتاسيون دو كابيتال. هذا هو البارتي الأخيرة في الأوغمونتاسيون دو كابيتال اللي غنشوفو فيه داكشي اللي بقى لينا في الموداليتي ديال لا كونفيرسيون دي ديت، اوغمونطاسيون دو كابيتال بار كونفيرسيون دي ديت. نشوفوا اخر حوايج بقاو لينا اللي هما انكوربوراسيون او كابيتال دي كونت كون كريديتور دي اسوسي، او ديال انكوربوراسيون دي زوبليغاسيون اون اكسيون. اليوم باش ان شاء الله نساليو هاد لوغمونطاسيون دو كابيتال باش نبدا معاكم البارتي ديال لا ديمينيسيون دو كابيتال ولا لا ريديكسيون دي كابيتال. دونك نبداو ان شاء الله على بركه الله دابا بالثانيه اللي في لي كونفيرسيون دي ديت. بالنسبه لي كونفيرسيون دي ديت شفنا كاين 3 ديال لي كا اللي هما كونفيرسيون دي ديت با اوردينير اون اكسيون اللي شفناها، وبقات لينا انكوربوراسيون كابيتال دي كونت كون كريديتور اسوسي، كونفيرسيون دي زوبليغاسيون اون اكسيون. دابا نشوفوا هذوك جوج الاخرين اللي بقاو. نبداو بانكوربوراسيون او كابيتال دي كونت كون كريديتور دي اسوسي. Donc, maintenant, je ne vois l'incorporation au capital des comptes de courant créditeurs des associés. Il y a une de la société, je vais dire l'augmentation du capital. Avec le fonds ou la somme d'argent, les comptes courants des créditeurs associés, qu'on dit qu'on a l'action, ou qu'on dit l'augmentation du capital. Donc, à la chose, nous connaissons le compte courant créditeur des associés. Le compte courant créditeur des associés est la somme d'argent versée par un associé dans la trésorerie de la société. Cette somme peut être soit directement par l'associé, soit être rendue envers l'associé et laissé à la disposition de la société. Yani anna le compte courant d'associé créditeur huwa ki mettel wahed la somme, wahed el flous li had el fourni had l'associé hada soit huwa versahom l trésorerie dial la société, ou hatom f la trésorerie, soit hatom à la disposition de la société bach tsarraf fihom, ou la matalan dak شي حاجة الغيمينيغاسيون ديالو مثلا ديفيدونت ولا شي حاجة هو ما شداش، بقات كيتسالها لا سوسيتي، دونك تحط في لو كونت كورون كريديتور دي اسوسي. دونك كنديرو الاوغمونطاسيون دو كابيتال باغ لا كونفيرسيون ديال هاد لو كونت كورون كريديتور دي اسوسي. هاد الفلوس اللي كاينين في هاد لو كونت كورون كريديتور دي اسوسي نحولو لاوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك الطريقة باش كنديروها، لا دات دو لاوغمونطاسيون دو كابيتال كان ديبيتي الكونت ديال الكونت كورون دي اسوسي كريديتور، هذاك المبلغ ولا داك المونطون اللي تحول اكسيون راه كيقولوا لك شنو هو، وكان كرييتي اسوسي فيرسومون ريسو سور اوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك هذا بالنسبه لا ليبيراسيون دي زابور. ابري كنديروا لا كونستاتاسيون دو لوغمونطاسيون. La constatation de l'augmentation, il y a associé versement reçu sur augmentation de capital qu'un débité ou qu'un crédité de compte, lié au capital social ou le prix d'émission. Le capital social ou le prix d'émission. Le prix d'émission. Je vous d'abord qui fâche, le capital social, le prix d'émission, fait l'exemple, c'est-à-dire la constatation de l'augmentation. Donc, on a application. La société anonyme FODEX du capital social de 600 000 dirhams divisé en actions de valeur nominale de 100 dirhams. Le 5-5-2016, l'Assemblée générale a décidé l'augmentation de capital par la conversion des dettes du compte courant créditeur d'associé Karim en action. Karim accepte de convertir sa créance de 60 000 dirhams en action de prix d'émission de 120 dirhams. Donc, pour l'application, on a la société anonyme, le capital social de la 100 000 dirhams. بالفالور نومينال ديال 100 درهم. فهم دابا هاد لا سوسيتي انونيم لاسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير
قرر باش يدير لوغمونطاسيون دو كابيتال. لوغمونطاسيون دو كابيتال باغ باغ لا كونفيرسيون دي ديت. يعني هادوك لي ديت اللي كاينين في الكونت كورون كريديتور داسوسي بغى يحولهم لوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك مشاو عند واحد لاسوسي اللي هو كريم طلبوا منه بان هادوك الفلوس هادوك لي ديت هو بالنسبه لا سوسيتي ديت ولكن بالنسبه لا سوسي راه كريونس يعني فلوسو داك راه فلوس ديالو طلبوا منه بان هاد الفلوس يحولوهم دي زاكسيون تكون اوغمونطاسيون دو كابيتال وبيان سور هاد لي زاكسيون راه كيكونوا في السميه ديالو هو تكونوا تيكونوا في ديالو هو دونك طلبوا منه هادشي دونك كريم اكسبت هو قبل بانه يحول لا كريونس ديالو لانه بالنسبه ليه هو كريونس pour l'entreprise, pour la société, là, ce sont des dettes. Donc la créance de 60,000 dirhams, قرر بانه يحولها l'action, le prix d'émission, là, ماشي هو la valeur nominale. La valeur nominale 100 dirhams, اما le prix d'émission 120 dirhams par l'action. قال لهم prix d'émission 120 dirhams par action. لان كاين واحد الفرق، هذاك الفرق هو هذيك 20 درهم اللي زايده بالفرق بين prix d'émission la valeur nominale هو اللي ندخلوها بالprix d'émission. Donc travail à faire présenter les écritures nécessaires. Donc, on a le nombre des actions nouvelles émises. Qu'est-ce qu'on a le nombre des actions les Z? Quand je dis la somme du compte associé, créditeur, quand je dis que c'est un FDRM, il y a une augmentation de capital. Quand je dis que c'est le prime d'émission, quand je dis que le prime d'émission, le prix d'émission. يعني كنقسمها على 120 درهم البري ديميسيون ماشي لا فالور نومينال بري ديميسيون 60,000 درهم مقسومة على البري ديميسيون كتعطيني 500 اكسيون دابا 500 اكسيون هي باش تاوغمونتا الكابيتال دونك بشحال تاوغمونتا الكابيتال كابيتال راه ما تاوغمونتاش ب 60,000 درهم كابيتال تاوغمونتا بالفالور نومينال ديالو حيت لا فالور نومينال كتبقى هي هي دونك شحال لا فالور نومينال هي 100 درهم دونك هاد نوفيل اكسيون ايميز كنضربها في 100 درهم فالور نومينال باش يعطيني ان الاوغمونطاسيون دو كابيتال كانت 50,000 درهم البريم ديميسيون البريم ديميسيون سهله نقدروا نشدوا الفرق بين هذاك المونطون باش زدنا الكابيتال 60,000 درهم ناقص باش تاوغمونطا الكابيتال فغيمون يعني 60 ناقص 50 تعطيكم 10,000 ولا ممكن تطبقوا هذه العلاقه بريم ديميسيون هو نوم دي زاكسيون نوفيل ايميز مضروبه في الفرق بين البري ديميسيون والفالور نومينال الفرق بين بري ديميسيون والفالور نومينال هو 20 درهم باش تعطيني 10,000 درهم هذه الطريقه كتشدو نومبر دي زاكسيون نوفيل اوميز اللي هي 500 كتضربوها في البري ديميسيون ناقص الفالور نومينال دو لاكسيون هي 10,000 درهم بالنسبه لا كونطابيليزاسيون لو 5/5/2006 هو لا دات دو لا كومونطاسيون دو كابيتال قلنا كنديبيتي الكون ديال الكونت كورون دي زاسوسي كريديتور هذا كنديبيتي بنفس المونطون هذاك المونطون ديال لي كريونس يعني المونطون ديال لي ديت اللي هو 60,000 درهم كنديبيتي بهذا بعد 60,000 درهم هي بعد 60,000 درهم باش اللي درنا بها باش كنديبيتي او اسوسيو فيرسون موغوش سو اوغمونطاسيون دو كابيتال دونك هادي ليبيغاسيون زابور من بعد كنديرو لا كونستاتاسيون دو لوغمونطاسيون دو كابيتال كونغمونطاسيون دو كابيتال بار كونفيرسيون دي ديت دونك كنديبيتي اسوسيو فيرسون موغوش سو اوغمونطاسيون دو كابيتال نفس المونطون وباش حال اوغمونطا الكابيتال او كابيتال اوغمونطا ب 50,000 درهم باش اوغمونطا والبري ديميسيون هو 10,000 درهم دونك الكابيتال اوغمونطا ب 50,000 درهم هي حسبناها والبرين ديميسيون 10,000 درهم دونك مفهوم هادشي دابا هادي هي الحاله الثانيه نمشيو دابا الحاله الثالثه هي ديال الكونفيرسيون دي زوبليغاسيون اون اكسيون هي اخر حاجه بقات لينا في لوغمونطاسيون دو كابيتال دونك دابا كونفيرسيون دي زوبليغاسيون اون اكسيون كونفيرسيون دي زوبليغاسيون اون اكسيون يعني ان لونتربريز ولا سوسيتي تكون عندها دي زوبليغاسيون دونك هاد لي زوبليغاسيون كتحولهم اون اكسيون كتاوغمونتي بهم الكابيتال دونك قلنا لا كونفيرسيون دي زوبليغاسيون اون اكسيون يعني كيكون عند لا سوسيتي ان مونوم دي زوبليغاسيون كتحولهم الاكسيون هادشي راه كيقولها لكم دونك بالنسبه لا كونطابيليزاسيون كتكون لا دات دو لوغمونطاسيون كنكتبو اون بران اوبليغاتوار في دي بي او في الكريدي اسوسي فيرسومون ريسي سو اوغمونطاسيون دو كابيتال هنايا كنكتبو لا فالور ولا المونطون ديال لي زوبليغاسيون اللي حولناهم اكسيون مثلا قال لك حولنا 400 اوبليغاسيون
l'action. Donc, on a dit la valeur d'obligation, le nombre d'obligations, il y a dit que c'est pas la constatation de l'augmentation. Quand on a dit le compte associé versement riche sur augmentation de capital, ou qu'un crédit de capital social, ou qu'un crédit de prime d'émission. Donc, sinon, les calculs qu'on a dit, le taux de conversion, le taux de conversion, les obligations, l'action. Donc, le taux de conversion, ou la valeur d'obligation, le prix d'obligation, elle a la valeur nominale de l'action, c'est-à-dire la valeur nominale, une valeur d'action. Donc, d'abord, le nombre des actions émises. Alors, d'abord, on a le nombre des actions émises. C'est les obligations, c'est les actions qui sont émises. Donc, quand je donne le nombre d'obligations, quand je donne le taux de conversion. Quand je donne le nombre d'obligations, c'est les obligations qui sont émises actions, quand je donne le taux de conversion, c'est les actions. D'abord, le montant, c'est l'augmentation de capital. Il y a le capital social, c'est l'augmentation de capital. Quand je donne le nombre des actions émises, c'est les actions. Quand je donne la valeur nominale de l'action. Valeur nominale de l'action. Ou le prime d'émission, quand je donne le nombre d'obligations, la valeur d'obligation, quand je donne maintenant l'augmentation de capital, parce que c'est le prime d'émission. Donc, on va les calculer. Je fais d'abord application. Donc, maintenant, la société anonyme Sodex au capital social de 600 000 dirhams, divisé en actions de valeur de 1100 dirhams, a émis Stelaf. Donc, la société anonyme Fodex du capital social de 600 000 dirhams divisé en actions de valeur nominale de 100 dirhams a émis Stelaf obligation en nominant 300 dirhams. Donc, rejette Stelaf obligation de 300 dirhams l'obligation. Donc, la valeur nominale de l'obligation, la valeur d'obligation, ou 300 dirhams. Le nombre des obligations, Stelaf obligation. Ces obligations sont convertibles à tout moment en actions. Il y a des obligations, il y a des actions. À raison d'une obligation contre deux actions, d'un nominal de 100 dirhams. Il y a une obligation, il y a deux actions. Donc le 5-5-2016, c'est une obligation. Donc une obligation de 6000 sont converties en actions. سميت اوبليغاسيون حملهم دي زاكسيون دونك اول حاجه خصني نديرو ديك لي كالكيل اللي وريتكم يعني اول حاجه نحسبو لو طو دو كونفيرسيون لو طو دو كونفيرسيون قلنا هو لا فالور ديال لي زوبليغاسيون اللي هو 300 درهم ها هو معطي ليا على لا فالور نومينال دو لاكسيون 100 دونك لو طو دو كونفيرسيون هو 3 نوم دي زاكسيون ايميز نوم دي زاكسيون ايميز هو نشدو نومبر دي زوبليغاسيون كونفيرتي هو النمبر دي زوبليغاسيون كونفيرتي هو 600 ماشي 6000 6000 راه ايمي كونفيرتي هو 600 دونك 600 كنضرب في 3 دونك اسميت اوبليغاسيون شحال من اكسيون عطاتني 1200 اكسيون عطاتني 1200 اكسيون دونك شحال اوغمونتا الكابيتال الكابيتال اوغمونتا هادوك لي زاكسيون ايمي نوفيل كنضربو الفالور نومينال دونك الكابيتال اوغمونتا ب 1200 درهم 120000 درهم Donc le prime d'émission, donc la valeur qu'elle a, comme que le prime d'émission, c'est le nombre des obligations converties, fait la valeur nominale d'obligation. Nombre des obligations converties, c'est 600. Valeur nominale d'obligation, 300. Naqas, c'est augmenter le capital. Donc, c'est le prime d'émission, c'est une F de marque. C'est comme que la valeur. Donc, la comptabilisation, double comptabilisation, la libération des apports, il y a un débit emprunt obligatoire. وكان كريديتي اسوسي فيرسومون سوسي سو اوغمونتاسيون كابيتال 180000 درهم كيفاش جبت هاد 180000 درهم هي هادي هي نومبر دي زوبليغاسيون كونفيرتي في لا فالور نومينال دو لوبليغاسيون 600 في 300 هي 180000 درهم دونك من بعد كان كونستاتي لوغمونتاسيون اسوسي فيرسومون سوسي سو اوغمونتاسيون كابيتال 180000 درهم باش اوغمونتا الكابيتال ها هو حسبتنا 120000 درهم والبريم ديميسيون 60000 درهم دونك هنا دابا نكون ساليت هاد الشابتر ديال الاوغمونتاسيون كابيتال ان شاء الله ابتداء من لي بارتي سويفونت نشرح لكم لا ديمينيسيون دو كابيتال